السؤال بتاعك بخصوص السوبرسونيك، ليه بيستعملوه حاليا الروس وما استعملوش في البدايه؟ الروس ما كانوش متوقعين ان يوكرين هتكون مواجهه او في مقاومه بالشكل القوي اللي واجهوه حاليا في البلد. وبدون شك عمليه ان العمليه طولت معاهم اكتر من ما كانوا متوقعين، أدت إن هم أصبحوا مستفزين متضايقين. برضو فيها عملية يعني إنهم مكسوفين من العالم، إزاي قوة عالمية زي روسيا بقالها دلوقتي أكتر من 20 يوم بتحارب في يوكرانيا ومش عارفة إنها تستولى عليها. وبعدين أنا متأكد إن نتيجة إن اليوكرانيين بيستلموا أسلحة كتيرة من الغرب، وإن دلوقتي في ناس بتساعدهم بشكل قوي. روس عايزين يحطوا نهاية لهذه الحرب بقدر ما يمكن، وإنهم ياخدوا يوكرين بأسرع ما يمكن. استعمال هذا الصاروخ هيغير النتائج بتاعة الحرب بدون شك.